تقدم بالشكر لكل اللجنة المنظمة للمؤتمر، دكتور عبد الرحيم والدكتور أحمد سمير والدكتورة مروة. في الحقيقة احنا بنعتبر ان مؤتمر أطفال قنا العام مش بس مؤتمر لمستشفى قنا العام، لا ده هو مؤتمر لكل أطباء أطفال في محافظة قنا. النهاردة هنتكلم عن حالة هي حالة سيليكت شايلد ومش سيليكت شايلد. هنبدأ من البداية. علي يسري، ودي الصورة قبل بداية التشخيص وبعد التشخيص والعلاج. الستوري من البداية، علي ميل تشايلد، اتحولين على العيادة من دشنا في 1/12/2022، وفي الوقت ده كان عمر علي سنتين. بناخد هيستوري من المزر، علي مولود سيزيرين سيكشن فول تيرم، 3 كيلو جرام، ما اتحجزش في الحضانة، ما كانش بياخد بريست فيدنج، كان اونلي على ارتفيشال فورمولا، وكانت الفورمولا دي بريميوم لحد ايج 6 مانس. وابتدت تاخد الجده نصيحه المعتاده ان احنا هندخل لعلي لبن الجاموس او لبن البقر عشان علي يربرب ويكسب وزن كبير. على عمر 8 شهور علي ابتدى يبقى معاه دايريا الترنيتنج ويز كونستيبيشن، والكلام ده كان معاه سام فلوتنج بس ما كانش معاه ريسبيراتوري اور سكن مانيفيستيشن. ليتر اون البيكتشر دي ريكرنت لدرجه ان علي اتحجز في المستشفى مرتين او ثلاثه، كان التشخيص الدائم بتاعه جاسترو انترايتس وديهايدريشن. ات تايم اوف فيرست بريزنت للعياده في 1/12/22 السيمبتومز اجريفيتد، وابتدت تبقى معاه كرونيك دايريا. الدايريا دي ما كانتش ريليتد تو فود، وكان معاه جنراليزد ويكنس، وكان معاه فاتيج وانوركسيا وفولترنج جروس، وكان الطفل في فيري باد سايكولوجيكال ستيت. اخذنا ديتري هيستوري من المزر، عملنا فود ريكول، كان في ديفكت في الكالوريز والبروتين انتيك، بالاضافه طبعا للعادات الغذائيه السيئه اللي كانت بتتبعها المزر معه. في الاكزامينشن مش عايز اطول عليكم، كان كل الساين بتاعت المايكرو والماكرو نيوترينت ديفيشنسي ظاهره على علي. اخذنا المقاسات بتاعته، الهايت كان 80 سنتي، الويت كان 9 كيلو، ولما حطينا الكلام ده على الهو جروست شارت كان الهايت على الماينس 2.4 ستاندرد ديفيشن، وكان الويت على الماينس 2.6 ستاندرد ديفيشن. البروفيشنال دايجنوزيس بعد السيمبتومز والاكزامينشن قلنا ان دي كرونيك دايريا وفولترنج جروس، ونحطها في الديفرنشال دايجنوزيس، وكان على راسهم طبعا السيلياك ديزيز والانفلاماتوري باول ديزيز، الالرجيك انتروباسي، الاميونوفيشنسي ستيت، والسيستيك فايبروز. طلبنا التحاليل، السيلياك سكرين، السي بي سي، السيرم فيريتين، الالترا ساوند. كان الملخص بتاعهم ان السيرم ان السيليك سكريننج الترانس تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي والاندوميزيال انتي بودي كانوا نيجاتيف، التوتال اي جي اي كان نورمال، رينال وليفر فانكشن كانوا نورمال، السي بي سي مع البلاد فيلم كان نتيجتهم ان هو عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، الهيموجلوبين الكتروفوريسيس كان نورمال، الستول كلتشر كان نو بكتيريال اوفر جروث، الراندوم بلاد شوجر واليورين اناليسيس كانوا نورمال، والابدومنال الترا ساوند كان فيه مينيمال اسايتس. هنسال نفسنا شويه اسئله، هو احنا الافضل في التشخيص التيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي ولا الاندوميزيال انتي بودي، واحنا طلبنا ليه التوتال اي جي اي، وايه اخبار الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف في السيلياك سكريننج، واقصد ايه بالبوتنشال والسايلنت سيلياك. مبدئيا التيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي از ذا بيست ذان الاندوميزيال انتي بودي، بيكوز السنسيتيفيتي بتاعته بتوصل ل 93%، البرايس بتاعه ليس اكسبنسيف ذان الاندوميزيال انتي بودي. طلبنا التوتال اي جي اي عشان نستبعد الاي جي اي ديفيشنسي اللي بيدينا الفولس نيجاتيف تيست. البوتنشال سيلياك هي حاله سيلياك معاها ستيمسومز لكن في الابر اندوسكوبي ما بيطلعش فيه كونفيرميشن فيلاس اتروفي. السايلنت سيليك هو عيان عنده بوزيتيف لابر اندوسكوبي الفيلاس اتروفي، وعنده سيليك سكريننج سيرولوجي از بوزيتيف لكن ما عندهوش اعراض. سو هاو تو ديل، احنا قررنا ان احنا هنتعامل مع المال نيوتريشن والدايريا، وهن ريكويست الدي امينيتين جلايدين بيبتايد، وده بنطلبه لما يكون الحاله فيه بوزيتيف للسيمبتومز والساين بتاع السيليك لكن طالع السيرولوجي بتاعه نيجاتيف، وهنحول لبيدياتريك جي اي تي فور ابر اندوسكوبي. النوتريشن بلان قعدنا مع الام، ابتدينا نعمل دايتري كاونسلنج اباوت الفود فورتيفيكيشن، الماي بليت، الفود جروبس، ايه الكالوريز وايه البروتين اللي المفروض ياخدها علي في السن ده، وابتدينا بسبلمنت ام سي تي فورمولا وايرن وزنك وفيتامين بي 12 ومالتي فيتامينز. وكان السؤال هنا احنا بدانا ليه بالام سي تي
فورمولا او الميديوم تشين ترايجلسرايد فورمولا. مبدئيا الام سي تي فورمولا از ديجستبل از ابزوربابل لانها ما بتحتاجش لبايل ولا بنكرياتيك انزايم، وهي دايركتلي بتدخل على البورتال سيركوليشن بدون ما تعدي على الليمفاتيك سيستم، وما بتحتاجش كارنيتين عشان تتنقل للميتوكوندريا. الفيرست فولو اب كانت في 15/12/2022، الوزن بتاع علي زاد من 9 لـ 9.5، الدايريا امبروفد كانت 10 مرات بقت مرتين، الابيتايت الطفل ابتدى يتحسن في الاكل، والابدومينال ديستنشن ديكريز. الكلام ده كان في 15/12/22. في الزياره الثانيه للعياده الوضع ساء، علي وزنه نزل من 9.5 لـ 8.7 كيلوغرام، الدايريا رجعت ثاني، الابدومينال ديستنشن، الهيموجلوبين لما كان عنده انيميا ابتدت تسوء اكتر، والتحليل اللي احنا طلبناه ما اتعملش بسبب مشاكل في التامين الصحي. طيب احنا حاليا وقفنا ان دي حاله بيكتشر اوف سيليك، لكن السيرولوجي بتاعها نيجاتيف، يبقى كان القرار هنا ان احنا على طول هنحول على بيدياتريك جي اي تي فور ابر اندسكوب. فعلا العيان سافر القاهره، راح لاستاذنا الدكتور مصطفى الهدهد، وشخصه ان هو في اتاك من البروتين لوزنج انتروباسي، وتحول فور ابر اندسكوبي. ده الباثولوجي بتاعه والريبورت بتاع الابر اندسكوبي. طبعا الالكترومايكروسكوبي للدودنال بيوبسي اللي اتاخدت بعد الابر اندسكوبي اكدت ان في فيلس اتروفي، وده كومباتبل ويز سيليك ديزيز، يبقى احنا الحاله حاليا سيرولوجي نيجاتيف، لكن الابر اندسكوبي بياكد ان هي سيليك ديزيز. طيب في اذر كونديشن تاني ممكن تدخلنا في فيلس اتروفي اللي احنا النتيجه اللي احنا اخذناها من الابر اندسكوبي. ايه الحاجات اللي ممكن تدخلنا في فيلس اتروفي؟ زي الدراج اندوست انتروباسي، زي الجارديزيس، زي البكتيريال اوفر جروس. اول زياره لعلي بعد الاندسكوب كانت زياره حزينه، كان الوزن بتاعه 9.6، كان معروف ان هو اتشخص بالاندسكوب ان هو سيلياك ديزيز، واتنصحت الام انها تمشي على جلوتين فري دايت، لكن طبعا حصلت ان هي ما سمعتش الكلام، ما مشيتش على جلوتين فري دايت، والطفل جالنا في حاله يرثى لها، كان سيفير اكيوت مال نيوتريشن ويز اديما، والطفل ده لازم يتحجز. طيب دورنا على مكان فين او مستشفى فيها وحده تغذيه علاجيه او وحده جهاز هضم اطفال تقدر تمنج الحاله، للاسف ما فيش. فكرت على طول في استاذي وقدوتي الدكتور اسامه العشير، حولت له الحاله. دكتور اسامه اكد تشخيص بتاع الحاله، شخصا اكيوت سيفير اكيوت مال نيوتريشن معها اديما، واتحجزت على مستشفى الاطفال الجامعي في اسيوط. وكانت المفاجاه ان سحب التحاليل الثانيه بتاعه السيلياك سيرولوجي، وكانت شوتينج الاندوميزيال انتي بودي، الاي جي اي كان عالي، تيشو ترانزكلومينيز بس اي جي جي مش اي جي اي، الاي جي اي كان عالي والاي جي جي عالي. وده طبعا تاكيد للتشخيص، يبقى احنا كده تاكدنا بحاجتين، تاكدنا باللاب ان هو سيلياك، وتاكدنا بالابر اندوسكوبي ان هو سيلياك. بعد ما علي خرج من وحده التغذيه العلاجيه في جامعه اسيوط، اول زياره في العياده بعد الخروج كان وزنه 10600، الدايرية اتحسنت بقت مرتين، وكان طبعا تعلم الدرس، فهو حاليا على جلوتين فري دايت، واحنا تعلمنا الدرس وما اديناش الام سي تي فورمولا، وادينا فورمولا لاكتوز فري جلوتين فري اللي هي البيدياشور، ومشيناها على ايرن وزنك وفيتامين دي ومالتي فيتامينز، الشهيه طبعا ابتدت تتحسن. ده جدول بالحاجات اللي احنا كنا بنعلمها للام الموثوق اللي تبداي تاكده من طفلك ناحيه الحبوب والنشويات والفواكه والخضروات. طبعا ما فيش وقت ان انا اسرد الكلام ده، لكن انا عايز اقول ان في هيدن سورسز للجلوتين نخلي بالنا منها لو هنمشي الطفل على جلوتين فري، الوايت صوص، الفيجيتار، المسترده، الكاتشب والجبن المعلبه، النوتيلا، اللبان والشوكولاته، والنسكويك والجبنه الفلامانك، وكل الحاجات اللي هي فرايد زي الكفته، كل الحاجات اللي بتتبل التتبيلات دي كلها مليانه جلوتين، لان البرودكت بتاعت الجلوتين فري طبعا زي ما حضراتكم عارفين غاليه، والبرودكت العاديه مش بيكتبوا عليها ان فيها جلوتين، يعني ممكن حاجه فيها جلوتين والطفل ياخدها ومش مكتوب عليها في الفود ليبلنج ان هي تحتوي على جلوتين. الزياره الثانيه كانت في 1/24،
الوزن بتاعه بقى 12300، الابيتايت امبروفد، مفيش دايريه ومفيش ديستنشن، والهيموجلوبين ابتدى يرفع، ولا زالت الام برضو ستريكت كنترول وستريكت فولو على الجلوتين فري دايت. واحنا اخذنا قرار ان احنا هنقلل الاو ان اس او الاورال نيوتريشنال سبلمنت، لان احنا فايده الاورال نيوتريشنال سبلمنت ان احنا بنحاول نوصل للسعرات والبروتين الضروري للطفل في العمر ده. طالما قادرين نوصل له بالاورال انتيك او بالنورمال فود فخلاص مش هنضيف الاورال نيوتريشنال سبلمنت، فاحنا قللناها. الزياره الثالثه طبعا ما شاء الله عالي وزنه وصل 14 كيلو 400، جود ابيتايت، مفيش دايريه، مفيش ديستنشن، وعملنا ستوب للاو ان اس والمالتي فيتامينز، وبقى اونلي على الجلوتين فري دايت. ده كان اخر منظر لعلي في شهر 4 اللي فات، يعني من حوالي 15 يوم. حطينا برضو علي على الهو جروس شارت، الهايت بتاعه وصل 93، الويت بتاعه 15، وكلهم طبعا وزن نورمال رينج. التيك هوم مسج من الحلقه بتاعتنا النهارده ان السيلياك موجود وبنسبه كبيره، لكن 80% من حالات السيلياك مش متشخصه، وفي مصر ما عندناش ارقام واضحه لعدد حالات السيلياك، لكن وورلد وايد هو المعدل بتاعه 1 لكل 100 فرد بيحصل، وفي الكلوز ريليتيف او الهاي ريسك جروب بيبقى 1 في كل 10 افراد، و 50% من العيانين المتشخصين سيلياك لا زال عندهم اعراض السيلياك لانهم مش ملتزمين ستريكت 100% بالجلوتين فري دايت. السكريننج جروب، انهي جروب انا هعمل لهم سكريننج فور سيلياك؟ طبعا اللي عندهم سيمبتومز والكلوز ريليتيف، والعيانين الاوتو اميون ديزيز زي الهاشيموتو ثايرويدايتس والاوتو اميون هيباتايتس والدايبيتس ميليتس تايب 1. في رول طبعا لل HLA-DQ تايبنج جينيتك ان انا اعمل اكسكلود للديزيز، لكن ما بستخدمهوش في الدياجنوزيس فور سيلياك. احسن طريقه تشخص بيها السيلياك التيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي كومبايند ويز الابر اندوسكوبي، وبتاخد الديدنال بايوبسي اللي تطلع لنا الفيلاس اتروفي اللي هو كومباتبل والسيلياك ديزيز. الكلاسيكال سيلياك، النون كلاسيكال سيلياك، البوتنشال سيلياك، السايلنت سيلياك، كل دول تايب اوف سيلياك. قصدي بالكلاسيكال اللي هو بيجي بالاعراض كامله، عنده ابدومينال بين، عنده ديستنشن، عنده دايريه، عنده شورت ستيتشر، لكن في نون كلاسيك بريزنتيشن زي الدرماتيتس هربيتيفورم، زي عيان الفولترينج جروس، يعني مش شرط السيلياك يجي بالكلاسيكال سيمتومز بتاعته. في اوباستيكال او في معوقات بتقابلنا احنا كاخصائيين تغذيه واحنا بنعالج حالات السيلياك او اللي احنا عايزين نمشيهم على جلوتين فري دايت. اول سبب يتعلق بالجلوتين فري دايت او الجلوتين فري برودكت انها ان افيليبل، يعني غير متوفره بشكل كبير. الهاي كوست هي مكلفه جدا لما المريض بيجيبها على حسابه. الحاجه الثالثه انبلاتابل، يعني الطفل ما بيتقبلش طعم الحاجه الجلوتين فري وفراجمنتد. كلمه فراجمنتد دي بنسمعها كتير، الام اللي بتخبز العيش بتاع الجلوتين فري اللي هو بتقول عليه باللفظ بتاعنا مفتول او بيدوب ما بيقعدش فتره كبيره وهو متماسك. الهاي كوست فور سيليك ديزيز سبيسيفيك لاب، يعني لو حبيت اعمل سكريننج للحالات ومش متغطيه بالتامين او مش متغطيه بجهه تصرف عليها، طبعا التحاليل دي غاليه جدا. البور بيشنت كومبلاينس، يعني المريض وتقبله للجلوتين فري دايت طبعا ما بيبقاش على يعني اللي انا عايزه، ما بيحصلش. مش كل كلمه انت بتقولها كاخصائي تغذيه ومش كل نصيحه بتقدمها للام ومش كل نظام غذائي انت بتقدمه لها هي بتسمع فيه الكلام. طبعا لازال ان الستريكت جلوتين فري دايت از ذا مين تريتمنت اوف سيلياك ديزيز، يعني ما فيش حل غير ان احنا نمشي على الجلوتين فري دايت. الجفرنمنتال سبورت، الدعم الحكومي للمنتجات الخاليه الجلوتين، ده لازم يحصل لان في ناس كتير فيري بور ومش قادره تشتري المنتجات دي من بره. الكلينيكال نيوتريشن تيم او فريق التغذيه العلاجيه او وحده التغذيه العلاجيه هو فيري هيلبفول فيري سبورتيف تيم، والكلينيكال نيوتريشن يونت ماست بي فاوند ات ليست في كل محافظه، يعني مستشفى كبيره او مستشفيتين لازم يكون في وحده التغذيه العلاجيه تخدم على الحالات اللي محتاجه تتحجز ومحتاجه تتمنج ككلينيكال نيوتريشن. اخر طبعا سلايدز، حابه اتوجه بالشكر لاستاذي ومعلمي ما تاخرش عليا في اي طلب ولا اي مشوره، الدكتور اسامه بيه العشيري وهو مسافر دبي حاليا. شكرا لكم.